نعم، أي تناولت الصحف العربية والشرق أوسطية مواضيع عديدة، منها في الشأن السوري. تتساءل الصحف عن مدى تأثير التقارب العربي السوري على النفوذ الإيراني في المنطقة، وأيضا عن موضوع المخاوف من إجراء تغيير ديموغرافي في المناطق التي أصابها الزلزال، وفضلا عن زيارة غوتيريش إلى العراق. نعم، يعني كما تحدثت ولأنك تحدثت في البداية عن التقارب العربي السوري وتأثيره على النفوذ الإيراني في سوريا، اليوم ألا يتعارض كل هذا التقارب مع الوجود الإيراني أو النفوذ في سوريا؟ وكيف تراه طهران؟ نعم، هذا موضوع كبير نبدأ به من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دمشق والتقائه بالرئيس السوري وإيصاله رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر فيها عن تضامنه مع المتضررين من الزلزال ومع الشعب السوري. اليوم هذه الزيارة تأتي في مثابة جسد نبض لدى الحكومة السورية في مدى ذهابها إلى إيجاد حل سياسي والابتعاد نوعا ما عن النفوذ الإيراني والتركي، خصوصا أن تركيا الآن منشغلة بتداعيات الزلزال بموضوع الانتخابات. اليوم آية المنطقة أمام ما يسمى بالمعادلة الصفرية زيرو سام، التي تقول أن زيادة أي دور عربي في سوريا سوف يكون على حساب أطراف أخرى. يبدو أن الطرف الإيراني والتركي هما الأطراف الأخرى حسب التحليلات المتوافرة على وسائل الإعلام. اليوم الدور يعني الذي تقوم به مصر في المنطقة هو بالتنسيق مع الدول العربية والخليجية، منها الإمارات ومنها السعودية، فهذا الدور يعني لن تقوم تركيا مصر بمثل هذا الدور دون التنسيق مع المحيط العربي والإقليمي فيما يخص هذا الموضوع بدعم الحكومة السورية وذلك بموضوع الزلزال. التركيز على المصري على أن موضوع الزيارة هو يأتي بالمساب الأول هو إنساني وليس سياسي، وذلك لتجس النبض وأيضا توفير بيئة إقليمية ودولية أكبر لتقبل هذا الموضوع. نعم، هل هو إنساني فعلا كما تحدثت مصر؟ يعني هي الغاية إنسانية من زيارة دمشق برأيك إسماعيل؟ نعم، حسب ما قالت مصر أنها إنسانية، ولكن يعني في السياسة والعلاقات الدولية يعني تطغى المصالح والعلاقات السياسية على الموضوع الإنساني. الموضوع اليوم المساعدات الإنسانية تؤدي إلى تطبيع عربي أو انفتاح عربي على سوريا، ولكن يعني هناك يعني مواقف لدول عربية، ما زالت السعودية لديها تحفظات في التقارب العربي مع دمشق، وذلك حتى الانفكاك نوعا ما عن النفوذ الإيراني في المنطقة. نعم، طب دعنا ننتقل إلى الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا ومنها مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال التركي. برأيك يعني نأسف إن نتطرق لهذا الموضوع علما بأنه إنساني، ولكن نحن كإعلاميين يجب أن نتحدث ونتطرق إلى هكذا مواضيع. اليوم ألا يعتبر هذا الزلزال الحادثة المؤلمة التي ضربت سوريا فرصة اليوم للاحتلال التركي، فرصة ثمينة إن صح التعبير لاستغلالها ديموغرافيا؟ نعم آية، يعني موضوع الزلزال لم تنتهي تداعيات الزلزال بما خلفه من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة في المنطقة، حتى أيضا هناك تم تسييس الملف الإنساني. اليوم يتم استغلال تداعيات الزلزال لإجراء أو لزيادة وتيرة التغييرات الديموغرافية. فنبدأ من تركيا، يعني المناطق التي كانت أكثر تضررا فيها الزلزال هي مناطق شرق تركيا، وهي ذات يعني يسكنها أكثرية يعني ذات يعني من مواطنين كرد. اليوم لقد انتقل كثيرا منهم إلى مناطق أخرى، وأيضا تقوم الحكومة السورية أيضا بموضوع استغلال تداعيات الزلزال لإجراء تغيير ديموغرافي، فلقد قامت بسن قوانين التنظيم والإعمار واستخدمتها في مناطق سيطرتها، وكذلك المعارضة استخدمت هذا الموضوع في عفرين وخاصة في جنديرس التي تعتبر الأكثر تضررا في الزلزال. يعني الموضوع هو يعني موضوع إجراء تغيير ديموغرافي من خلال الدعم المقدم من الدول لتركيا في إطار يعني إقامة أو التوطين أو إقامة مساكن وخيام. نعم،
كيف تناولت الصحف اسماعيل تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة باسم الوزارة الإيرانية ناصر كنعاني حول الزيارات العربية الأخيرة لدمشق؟ نعم، لقد وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني يعني الزيارات العربية إلى دمشق بأنها إيجابية، ولكن الكثير من الخبراء العرب تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط بأن هذه التعبيرات أو هذا الوصف استفزاز للدول العربية وأن يزيد من تعقيد الأزمة السورية، وذلك بأن يعني الإيران منخرطة في الأزمات في المنطقة وأيضا في يعني في كل ملفات الأزمة السورية والمنطقة، وتزيد تصعيد المواقف حتى لا تصل الأمور إلى حلول سياسية. هناك زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبغداد اليوم، هناك ملفات سيتم تناولها، أهم هذه الملفات إسماعيل؟ نعم، يعني اليوم سوف يقوم يعني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى بغداد وأربيل، وذلك في إطار زيارة لزيادة يعني تعريف بأول زيادة التقديم يعني مساعدات أو إمكانيات الأمم المتحدة في العراق. سوف يتم بحث ملف المناخ وأيضا البيئة وأيضا ملف الصحة والمياه والفقر، فضلا عن مواضيع سياسية كمواضيع الانتخابات ومواضيع حماية المواطنين. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من غرفة الأخبار الزميل إسماعيل خضر، شكرا جزيلا لك.